يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إنني أعمل مدير مشتريات في إحدى الشركات، وعملي يتطلب أن أقبل الهدايا العينية من الشركات التي نتعامل معها، وذلك بعلم مدير الشركة. وفي إحدى المرات قامت إحدى الشركات العميلة لنا بإعطائي قطع من الذهب كهدايا عينية لي، وطلبت مني عدم إخطار شركتي بذلك. السؤال: هل هذا العمل يعتبر رشوة، علماً بأنني قد حصلت معهم على أسعار مغرية لم أحصل عليها في السوق، فهل أقبل هذه الهدايا أم أردها إذا كانت لي خاصة؟ الرشوة حرام ولو أذنت لك الشركة، الشركة ما تبيح الحرام. أنت موظف يكفيك راتبك، ولا تأخذ من العملاء شيئا حتى ولو أذنت لك الشركة، لأن الشركة لا تبيح الرشوة، الرشوة حرام. فأنت اقتصر على راتبك الذي تعطي أو مكافأتك اللي تعطيك الشركة، وإلا اترك العمل فيها واطلب عملا آخر. نعم.